اللوائح عشان يقول لنا ايه المفروض اللي يحصل. هل عبد الله سعيد هيتوقف ولا مش هيتوقف؟ نادي الزمالك صح ولا غلط؟ والنادي الاهلي اللي عمله صح ولا غلط؟ استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن مصطفى. ازيك يا ابو حميد؟ ان شاء الله تكون بخير. الله يخليك. ابو حميد، احنا عندنا نظام ولا ما عندناش نظام؟ لا، في نظام طبعا. طيب قول لي النظام في موضوع عبد الله السعيد ايه؟ طيب عشان يبقى كلام واضح وباسلوب سهل وبسيط. قضية عبد الله السعيد دي نزاع داخلي مش نزاع دولي. نزاع داخلي مش نزاع دولي. ليه؟ لانه بين ناديين تحت مظلة اتحاد كرة القدم واحد، اللي هو الاهلي والزمالك تحت مظلة الاتحاد المصري، وبالتالي هذا نزاع محلي تطبق عليه لوائح الاتحاد المصري. اللائحة المعنية هي لائحة شؤون اللاعبين، تمثلها في الاتحاد الدولي لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين. تمام؟ ده دي النقطة الأولى في القضية. اتفضل حضرتك. عايز تسأل؟ خليك معايا يا استاذ محمد. يا شباب لو سمحت، عايز اسمع في الايرميز لو سمحتوا، في الكنترول لو سمحتوا. اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل. ماشي، دي النقطة الأولى في قضية عبد الله السعيد. اللوائح المصرية، حتى اللوائح المصرية قالت إن اللاعب إذا دخل في الستة شهور الأخيرة من حقه، من عقده، لأن في ناس بتخلط ما بين فترة القيد والتسجيل و الست شهور الأخيرة نهاية العقد. فالمعنى في هذه القضية هي الستة شهور الأخيرة من عقده مع ناديه. هذا اللاعب يصبح حر في التعاقد مع أي نادي جديد. أوكي، هنا في نقطة مهمة لازم نوضحها. إذا اللاعب لم يدخل في الستة شهور الأخيرة من عقده، هذا اللاعب ملك ناديه، وناديه وحده هو اللي يستطيع التفاوض معه، ولا يستطيع أن يقرب منه أي نادي آخر. لكن إذا دخل في الستة شهور الأخيرة، من حق أي نادي يتفاوض معه، تصبح العملية إيكوال، متكافئة، يعني ناديه زي أي نادي ثاني. تمام؟ طيب نفترض إن فعلا عبد الله السعيد تعاقد مع نادي الزمالك، ان في عقد فعلا مع نادي الزمالك، وان كنت انا شخصيا اشك في هذا الامر. كويس؟ لان اللي الو الو ايوه معاك يا استاذ محمد، اتفضل. ايوه يا كابتن مصطفى. انت بتشك ان عبد الله السعيد مضى نادي الزمالك؟ طبعا، لان النهارده لو هو مضى نادي الزمالك، نادي الزمالك مخبي العقد ليه؟ ده مستند. هو الاستاذ مرتضى منصور طلعه مع الاستاذ احمد موسى وقال العقد اهو، ومضى عليه احمد موسى عشان بالتاريخ وبتاع، عشان ازاي يا كابتن مصطفى؟ هو مطلع عقد عادي، ما شفناهوش من جوه. ايوه تفصيل. انت يا كابتن مصطفى لاعب كره مضيت 20 عقد في حياتك في الملاعب. والله ولا عقد. انا والله انا مضيت على الاستباره ان انا في النادي الاهلي، وهي دي اول مره واخر مره. يعني ما كانش على ايامنا يا استاذ محمد. معلش معلمت كرة. بقول لك ايه ده لو على ايامنا الاحتراف ده كانت الاندية دي فلست. انت مش كنت نجوم؟ انت كلمة نجوم دي حرام، سألوه انت كنت عمالقة ولعبتوا ببلاش. المهم نرجع لموضوعنا. في موضوع عبد الله السعيد، هل يحق لعبد الله السعيد بوضعه الحالي لما دخل في ستة شهور التعاقد مع نادي الزمالك؟ نعم، يحق له التعاقد مع نادي الزمالك ومع اي نادي اخر. ولكن إذا عبد الله السعيد تعاقد مع النادي الأهلي بعد تعاقده مع نادي الزمالك، هنا 100% عبد الله السعيد أخطأ، و100% عبد الله السعيد هيتعرض لعقوبة. طب أستاذ محمد خليني في الحتة دي مهمة، عشان يعني زي ما اتكتب وزي ما اتقال في السوشيال ميديا، لو كان نادي الزمالك بلغ اتحاد الكورة وبلغ النادي الأهلي، كان هنا بقى التوقيع لنادي الزمالك صحيح 100%؟ طبعا. ما عشان كده انا بشكك في ان في عقد نادي الزمالك. ليه؟ انت النهارده احنا بقالنا اسبوع العمليه سخنه حوالين عبد الله السعيد. تمام؟ انت نادي الزمالك معاك عقد موقع بيه للاعب، حتى لو نسخه واحده، مش لازم اربع نسخ، بس نسخه اصليه. تمام؟ وشايف النادي الاهلي رايح يسجل اللاعب، او النادي الاهلي عمل ملحق عقد لعبد الله السعيد، بموجب هذا الملحق مدد للاعب سنتين، يعني ملحق بسنتين ونص، ست شهور اللي باقيين من موسم وسنتين جداد.
وهذا يجوز، يعني مش لازم تعمل عقد جديد، يجوز انك انت تعمل ملحق لعقد اللاعب عبد الله السعيد. لكن انا الموقف الغريب هنا، نادي الزمالك انت منتظر ايه؟ ده النادي الاهلي تعاقد وراح يوثق العقد، منتظر عقدك وخد حقك بالظبط. وخاصه ان انا سمعت كمان انه هو حاطط شرط جزائي على اللاعب، وهنا ال 100 مليون اللي هو بيقول فيه شرط جزائي على اللاعب 100 مليون جنيه، وان هناك ايصال امانه مع احمد مرتضى منصور على عبد الله السعيد، وهناك تدخل من حسام غالي بصفته كابتن النادي الاهلي لانهاء هذا الموضوع، وان المستشار مرتضى متعاطف جدا مع عبد الله السعيد مش عايز يأذيه. يعني ايه صحه الكلام دوت يا استاذ محمد؟ يعني حدث العقل بما يليق. النهارده في مجال كره القدم، انا راجل اشتغلت 40 سنه اداره كره قدم محترفه وقضايا في الفيفا وفي الكاس. محترفه ولا منحرفه يا استاذ محمد؟ لا محترفه. مش منحرفه يعني. هي كرة القدم كلها منحرفة في الحقيقة. يعني بالظبط كده. هي لعبة أنا شفت فيها كل الفساد اللي في الدنيا موجود في كرة القدم. يا سلام. والنبي عيد دي عشان خاطري. دي حقيقة يا كابتن مصطفى. واقع كرة القدم يملأه الفساد في كل مكان. كويس، واللي أنت بتشوفه اللي بينادي بيه الفيفا من الفير بلاي، وده للتخفيف من حدة الواقع الفاسد. وابرزها وعلى راسها راس المنظومه بلاتر وقضاياه وعيسى حياته وغيره وما خفي كان اعظم. ايوه. المهم خلينا بقى نرجع لموضوع عبد الله السعيد. فهنا عبد الله السعيد هيكون عرضه للعقوبه قد ايه؟ ايوه. طبقا للوائح الاتحاد المصري 8 شهور. 8 شهور. 8 شهور. عشان كده عشان كده في الاول قلت لك عبد الله تطبق عليه لوائح الاتحاد المصري، لأن لوائح الاتحاد الدولي بتقول في هذه الجزئية من 4 لـ6 شهور. لكن فرصة تانية في منتهى الخطورة. إذا كان في العقد شرط جزائي، اللوائح بتقول إيه؟ أي عقد يا أستاذ محمد بس عشان ما تهش مني. عقد نادي الزمالك. تمام؟ إذا كان فيه شرط جزائي، أصل هنا اللاعب ده موقع للناديين، اللاعب هيتعرض لعقوبة إيقاف وعقوبة مالية، وبعد كده يخير. عاوز تروح الاهلي ولا الزمالك؟ رغبه اللاعب طبعا. كويس، يعني لكن يستنفذ العقوبه الاول. لكن في نقطتين مهمين قوي انا عاوز اقولهم لك عشان برضو الناس والنادي الاهلي ينتبه لهذه الجزئيه. احنا متفقين ان لو في حاله توقيع عقد مع نادي الزمالك والنادي الاهلي اللاعب 100% هيتوقف. تمام. لو في شرط جزائي اللاعب بتقول ايه؟ يصبح اللاعب وناديه الجديد اللي هو الاهلي. طب ابو حميد معلش اسمح لي عشان انا اجهل هذه اللوائح، بتقول ناديه الجديد اللي هو الاهلي ولا الزمالك؟ هنا في الحاله لان الاهلي عمل امتداد للعقد السابق وليس عقده الجديد. لا بس هنا النادي الجديد مين؟ الاهلي. مش لا ده هو عمل امتداد للعقد السابق. بص يا كابتن مصطفى، اللاعب لما دخل في الستة شهور بقى فري، اصبح عنده حرية التوقيع لاي نادي. وانا لذلك في الاول قلت لك ايه، لما يدخل في الستة شهور اصبحت العملية ايكول متكافئة ما بين كل الاندية سواء نادي او نادي جديد، والنادي اللي يوقع له الاول هو صاحب الحق. طيب هو وقع للزمالك سي مثلا في تاريخ 10 مارس، ووقع اول امبارح للاهلي، يبقى مين النادي الاول هنا؟ الزمالك. والنادي الثاني الاهلي. الاهلي يبقى هو النادي الجديد. لكن في هذه القضيه لو الزمالك خد اللاعب انتهى الموضوع، لو الاهلي خد اللاعب هيصبح الاهلي واللاعب ملزمين بالشرط الجزائي لان عقد نادي الزمالك بيقول كده. تمام. طب نفترض الاهلي لما عمل التمديد في الملحق حط شرط جزائي على عبد الله، خلي بالك. وكان الاهلي هو اللي موقع الاول مش الزمالك. يبقى الزمالك ملزم بالشرط الجزائي الموجود في ملحق عقد عادي عبد الله. النقطه الخطيره والمهمه اللي انا عاوز انا بقى يهمني في القصه دي كلها يا محمد بيه، المنتخب مصر هو موقوف 8 شهور، اذا توقف طبقت عليه اللوائح يلعب ولا ما يلعبش؟ ايوه. ايقاف اللاعب في المسابقات المحليه ليس له علاقه بالمنتخب. الله ينور، انت كده طمنتني. بس في نقطه بقى خطيره مش هيلعب الاهلي انتبه لها.
اللاعب في هذا الوضع هتوقع عليه عقوبه. اللاعب في عندنا في اللوائح بتقول لك العقوبه تتبع اللاعب، يعني نفترض مثلا نادي خارجي خد عبد الله السعيد مثلا اتحاد جده، ووقعت على عبد الله السعيد عقوبه ايقاف 8 شهور، على الاتحاد المصري ان يبلغ الاتحاد السعودي ليبلغ النادي الجديد بان هذا اللاعب عليه عقوبه ايقاف 8 شهور يستلزم استنفاذها قبل ان يبدا ممارسه كره القدم مره اخرى. وبالتالي عبد الله السعيد لن يقبله اي نادي من النادي اللي هياخد لاعب عنده ايقاف 8 شهور. في نهايه بقى القصه انا بشك اصلا ان في عقد مع نادي الزمالك. انا همسك اول واحد يطلع في التلفزيون يقول اشك ان هناك عقد في نادي الزمالك. خلي بالك يا كابتن مصطفى، انا عاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه. اذا طلع نادي الزمالك استماره قيد ولا اتفاقيه مفاوضات جماعيه ولا ايصال امانه باستلام نقديه، كل المستندات دي ليس لها قيمه خالص في العلاقه التعاقديه بين اللاعب والنادي، والعكس صحيح. يعني ايه العكس الصحيح؟ القيمه الحقيقيه في العلاقه التعاقديه هي العقد بين اللاعب والنادي. بالظبط. اذا لم يوجد هذا العقد اي مستندات ثانيه ملهاش قيمه. طيب اذا وجد العقد ووجدت هذه المستندات، هذه المستندات تصبح لها قيمه. لا قيمه لها. تمام؟ اه. فعشان كده انا بقول ما فيش عقد، لو هو في عقد في يعني معلش سامحني. طيب. احنا دي لعبه تنافسيه، في كره في عرف كره القدم اما يكون في مفاوضات والانديه تتنافس على لاعب، النادي الشاطر هو اللي بينجح. دي بنسميها شطاره. والنادي الاهلي هو دايما هو اللي شاطر، هو اللي نجح الشاطر. وهو اللي جاب الصفقه، لكن يبقى في الاخر يا استاذ محمد مصلحه البلد فين ومصلحه المنتخب فين؟ المنتخب في النقطه اللي انا بتكلم عليها، لو النادي الاهلي جمد عبد الله السعيد هيلعب منتخب مصر ازاي؟ اروح العب انا بقى بداله ولا اجيب الخطيب؟ هي هنا دي هتضر اللاعب من الناحيه الفنيه بالظبط. ما انا بنتكلم في مصلحه بلد دلوقتي، ما بتكلمش في مصلحه اهلي وزمالك. عبد الله السعيد ورقه مهمه جدا في منتخبنا الوطني. طبعا. ما هو الحل؟ عدم ممارسه كره القدم 100% هيأثر سلبا على مستواه. كويس؟ لذلك لابد من تدخل اتحاد الكوره بحكمه في هذا الموضوع. بشكرك شكرا جزيلا ابو حميد.